رواق الحياة. رواق الحياة كل اثنين واربعة على الحياة FM. إذن على هذا النغم الرائع نعود إلى استديوهات إذاعة الحياة FM من القيروان مع ضيوفنا، مع باقة الشهراء التي وفدت علينا إلى مدينة القيروان وضوعت أجواءها. إذن مع الشاعرة منى الماجري، مرحبا مجددا شاعرتنا المبجلة. شكرا، إذن أحييكم مرة أخرى ومن أصداري الذي وسنته بوجهها الآخر الذي لا يعرفني أقرأ لكم نصي بعنوان رفقة الشمس. إذن رفقة الشمس مع الشاعرة، الشاعرة قول التونسية البنزرتية منى الماجري. هذا المساء، هذا المساء والخط ينقل على عنواني العتيقة. هذا المساء فجأة وجدتني وجها لوجها مع الشمس. أتكون تلك اللقية الطيبة بلا ميعاد؟ وما خطر ببالي عند ذاك المساء أن أقابل الشمس. جادك الغيث أيها المساء، ويا زمان الوصل هل تغفر لنا اليوم السماء؟ هذا المساء تأبطت خصري الشمس واصطحبتني إلى مطعم العشاق، ذاك الذي تخفت أضواءه كل مساء وتنبعث منه روائح التبغ والخمر وترانيم خجلة في حناجر النساء. هذا المساء أدخلتني الشمس إلى قاعة الرقص وصبت الضوء في كأسي، ثم صعدت على الركح وقدمتني لجمهور الشعاع. تقول الشمس: هذه كاتبة سري الجديدة، وهذه كل جندي، واليوم أنت دبها قاطعة طريق على الظلام. هذا المساء غادرت والعرق يتصبب من ثدي الشمس، وتحت سماء المدينة العتيقة بللني مطر مثل البكاء. سمعته ينشج قائلا: لقد استبدت الشمس بنا وافتكت أرضنا ثم السماء. أزقة المدينة العتيقة رأيتني أنعطف بها، يقودني قنديل موعد مع الشمس هذا المساء. شكرا 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 جزيلا. جادنا الشعر بهذا الصوت العذبي، بهذا العالم الجميل الذي أحدثته الكلمة. طوبى للكلمة، طوبى للشعراء، طوبى لك سيدة منى الماجري. شكرا. ضيفة مبجلة، إذن برع من تفتح في إذاعة الحياة بالقيروان. مستمعين الأفاضل، مستمعين الأفاضل، نصل إلى ختام هذا اللقاء الشعري الرائع في مرافئ الكلمات. هذا المرفأ هو مرفأ مدينة بنزرت، يحط على القيروان كما حط الندى على الريحان. فأهلا وسهلا بكم من جديد. إلى كلمة الختام إذن وهيبة. شكرا على هذه الاستضافة على قناة، على الإذاعة حياة FM، وشكرا للقيروان الجميلة دائما والتي في كل زيارة أكتشف فيها وجهها الجميل من زاوية أخرى مختلفة. عينها جميلة جدا القيروان. شكرا جزيلا. مكي حميمي، سعدت كثيرا لوجودي بينكم. القيروان يعني بعبق التاريخ فيها، بمثقفيها، بنشاطها الإذاعي المتميز، يعني نبقى دائما في شوق إلى لقائكم باستمرار. إذا نورتمونا في هذه السهرة الرائعة في هذا المرفأ، مرفأ الإبداعية. إذا كلمة الختام لشاعرتنا منى المجري. سأحييكم بتحية أقتسمها معكم بيني وبينكم، أقول فيها: وما زال في العمر قصائد تنتصر الكمنجات دوما على حفلات التأبين. شكرا شكرا جزيلا. إذن
سهرة رائعة مع باقة عاطرة من بنزرة الرائعة في مدينة القيروان وتحديدا في استوديوهات إذاعة الحياة فام. مستمعينا الأجلاء، نلتقي في مرفأ جديد من مرافئ الكلمات في رواق الحياة. إلى اللقاء، مع الشكر لمهندسي الصوت والصورة عزيز الهلالي وأمل البارز. نلتقي، إلى اللقاء. رواق الحياة. كل 2 و4 على الحياة FM.